باغي تعميم وتوضع الناس كلهم في كفه. انا في العداله والتنميه والاخوان كلهم يقولوها، لا زال الناس طيبين في العداله والتنميه، كيف ما لقينا في البام ناس طيبين، كيف ما كاين في الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني. وانا ما كنهضرش على التجربه ديال النهار ولا يومين ولا 10 ايام، انا من 92 بديت كنمارس، 92 راني مستشار، ثلاثه الولايات دوزت، برلماني سابق، عضو مجلس العماله الى غير ذلك. في كل الاحزاب في كل الهيئات كاين الناس اللي مزيانين بهذيك المبادئ وكاين الناس اللي ما مزيانينش بهذيك المبادئ. بكل صدق لما قدمت استقالتي من حزب العداله والتنميه قدمتها وانا في نيتي ان اذهب الى حال سبيلي ابتعد عن السياسه. والذي راجعني في موقفي هم جمعيات المجتمع المدني، هم الوداديات، هم المواطنين، هم بعض الأصدقاء والإخوة والأحباء. وبالموازاة مع ذلك جاءت أحزاب أخرى دخلت على الخط، فمنهم حميد شباط اللي بدا كيكذب. أنا معي الشهود وبالحجة والدليل على أنه جلس معي وجاء من الرباط خصيصا ليجلس معي ليستقطبني في حزبه، وهذا ماشي عيب، هو اللي جعل لنا هذا الشيء عيب شغله، جلس معي لكي يستقطبني لحزبه ولم يعني رددته ردا جميلا. قلت له مازال ما فكرتش وكنت صادقا، كنت أفكر في هذا وفي ذاك وفي ذاك، وكنت أفكر في ألا أنتمي إلى حزب آخر. فلما استقر رأيي على حزب الأسرى المعاصرة استقر حزبي على حزب واحد، فما فهمتش هو علاش يكذب ما فهمتش علاش يكذب. مجاملة لبن كيرة، مجاملة التقارب مع العدالة والتنمية، كي يقول أنا ما قبلتش واحد الإنسان اللي هو أبدا ما كاينش، هذا كذب، مجرد كذب. الأحزاب الكبيرة التي طلبت التحاقي بها بقيت كنقارن، إذا كنت غنمشي ندير السياسة ونمشي لشي حزب، فإلا غندير السياسة غنديرها كما درتها الآن. في عن اختياري للأسرى المعاصرة كان جري، كان يعني شجاع. أنا لا أخفيكم حتى أنا براسي تعجبت، ولكني كان هو القرار الشجاع، واللي كان فيه استشارة ماشي كان ديالي وحدي، استشارة حتى ديال الجمعيات اللي كانوا كيرغبوني أنني نرجع للعمل السياسي وأنني ما نخرجش، فكان حتى رغبتهم وأنا استشرتهم. وكانت هذه كان هذا هو الاختيار ديال الأصل.